A supplier for the electronics industry manufactures keyboards and screens for graphing calculators at plants of Mexico and Taiwan. يبقى عندنا مصنعين. The hourly production rates at each plant are given in the table. How many hours should each plant be operated to exactly fill an order of 4,000 keyboards, 4,000 screens. بيسألني على عدد الساعات اللي اشتغلها المكسيكو بلانت نسميها X، عدد الساعات اللي اشتغلها تايوان بلانت برضو نديها variable وليكن Y. عايزين ننتج 4,000 كيبورد و4,000 سكرينز، يبقى لو شغلنا عدد ساعات X هنا وعدد ساعات Y هنا في الكيبورد هنقول هيكون عندنا إنتاج 40X كيبورد من مكسيكو و20Y من تايوان، دول لازم يبقوا 4,000. لو بسطنا المعادلة شوية هقسم على 10، يبقى 4X عشان أعرف أتعامل معاها من غير آلة حاسبة 400. طب بالنسبة للسكرينز، وده كان الكيبورد، السكرينز لو شغلنا مكسيكو اكس يدينا 32X، تايوان واي يدينا 32Y، دول لازم يبقوا 4,000. برضو نبسط المعادلة نقسم على 8 يدينا 4X، 4Y 500. لو سميت المعادلة دي 1 والمعادلة دي 2 وطرحت 2 ناقص 1، هقول كده 2 ناقص 1، 4X اتطير ل4X هنا يديني 2Y يساوي 100، يبقى الY يساوي 50. نعوض في أي معادلة ولتكن مثلا دي، يبقى 4X زائد 2 في 50 يساوي 400، يبقى 4X تساوي 300، يبقى الإكس تساوي 75. يبقى نشتغل في مكسيكو 75 ساعة ونشتغل في تايوان 50 ساعة ننتج الطلبية المطلوبة.